السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم عندنا جليتش داخل اللعبه. الجليتش هو شلون اخذ هذا الصندوق اكثر من مره. طبعا الجائزه تختلف حسب الليفل مالتك. انا الليفل مالتي عالي، تمام؟ فشلون اخذ هذا الصندوق اكثر من مره؟ تمام، هسه خليه ينفر في 50. قريب ما يوصل قبل الاخير نوقف حتى اراويكم الخطوه الثانيه شو نسوي. خلي يمشي بعد، هاي قدامكم شوية بعد. تمام، نوقف. هسه نجيب تليفون ثاني. اوكي، بس خلي نمشي. نجيب تليفون ثاني نفتح بيه اللعبة نفسها اللي مربوطة على الفيس هنا وهنا، نفس الحساب شغل اللعبة. ناس سوي فيه واحد فرفرة واحدة على مود يعني يثبت انه الحساب ينفتح من تليفوني. سهنا اشتغلت اللعبة نفسها، بعد نفس الزارات، نفس عدد الزارات، نفس الفلوس، هو نفس الحساب اللي مربوط على الفيس نفسه. تمام، خلي بس اسد الاعلانات. هسه طبينا هنا، شوفوا وين واصل، نفس المكان واصل. هذا نعوفه بعد، نشتغل باللي فتحناه جديد، سوي فيه 50 وتفور حد ما ناخذ الجائزة. خلي اخذ الجائزة ورايكم شنو الخطوة اللي وراها نسويها. طبعا شلون تجيب عدد مال لفات هواية، انا قلت لكم بالفيديو السابق، راح اخليكم الرابط. همين عن طريق تليفونين، تمام، نقدر نحصل على زارات هواي، ومن خلال الزارات يعني نلعب اكثر ونحصل من هذه الفرات هواية. تمام، ما بقى شيء، يمكن هاي الفرة راح احصل. اي تمام. خلنا نفتح الصندوق هسه، بنفتح. طبعا الجائزة مثل ما قلت لكم اعتقد تختلف من ليفل الى ليفل، يعني تقريبا واصل الليفل الاخير. هاي الجائزة قدامكم، اخذتها. يعني تقريبا نقول خلاص، يعني الصندوق لازم اعيده من البداية. تمام، طبعا هاي مو الا بهاي المسابقة، اي مسابقة راح تجي يعني من اللي تجي بمكانها تقدر تسوي هاي الفقرة. طب عليها، شوف ايش حيقول لك، انه تعيد من البداية. تمام، سد هاللعبة، سد، تفتح اللعبة مرة الدوخ، وهنا تفر واحد ام الفرة واحدة على مود ما يخلص الصندوق وتاخذه. فر ام الفرة الواحدة، مرات هنا تنجح انه يعني تنجح الجلتش، مرات ما ينجح. اذا ما نجح تسد اللعبه وتفتحها مره لو نات فور في واحد فرتين يعني ثلاثه، بس على مود انه شلون اقول لكم، انه يعطي عاز انه بعد الحساب ما ماخذ الصندوق هيك شيء. خلينا نسد الاعلانات. يعني هذا تليفون ابدا تلعب بيه شي، بس من الفور في واحد. هسه نطبع المسابقة، شوف وين واصل. يعني احنا الصندوق اخذناه، هسه مرت اللوخ نقدر ناخذ الصندوق، سوي فيه 50، سوي فيه 50 وتفور. عرفتوا شنو الآلية مال الجليتش؟ تفتح جهاز توصل تقريبا نهاية الصندوق وتوقف، تفتح منه تليفون اوكي، او شي تفر في واحد فر هنا على مود يثبت انه الحساب موجود، تاخذ الصندوق من هنا اوكي، تاخذ الصندوق من هنا، سد اللعبة، تفتحها مرة اللي اخذتنا، ما تفتح اللعبة تفر فرة او فرتين هنا. ليش؟ على مود شلون يطيع عاز انه بعدنا ما ماخذين الصندوق احنا، وتظل تكرر هاي الفقرة الى ما لا نهاية الصندوق. طبعا مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، انا شرحت انه شلون من جهازين تفتح حسابك وتقدر تحصل زارات هواي وفلوس هواي، وتحصل العملة هذي اللي تفر بيها هواية. تمام، هسه قدامكم همي راح افتحها مرة اللوخ حتى تشوفون قدامكم الجليتش. هسه همين حصلت اني،
حصلت تمام هذا ابد للسدود الحساب لحد ما انتم تملون خلاص بعد ما تريدون جوائز خلاص ها هي هسه نسدد هذا الحساب سدد هذا الحساب نفت حمرة الأخ نات فور في واحد فور بعد وحدة طبعا أنا هواي وصل الزايدة قبلها بشوية عود لأن في واحد همني يخلص المهمة بسرعة شوف الزارات دي يزيدن لأن داخذ الجائزة الأخيرة أكثر من مرة أنا وصلت الفكرة طبعا الإعلانات مالتهم كلش مزعجة سد هاي من هنا تفتح هذا سد هاي من هنا تفتحها هم يعني تاخذ الصندوق مرة ثانية ايش قد ما تريد تاخذه مثل ما قلت لكم هذا تضل تاخذ صندوق منه وهذا تخليه مفتوح هنا تمام شباب هسه هنا حاخذ الصندوق مرة الأخ المهم شباب وضحت الفكرة اي شيء عندكم اكتبوا لي بالتعليقات انا اجاوبكم لا تنسون لايك ومشاركة متابعة القناة حتى اي شيء ينزل جديد يجيكم فعل جرس القناة بس هاي شوف الصندوق راح اخذه مرة الأخ تمام شباب اللي هنا ينتهي الفيديو يلا شباب مع السلامة